الكهرباء. الله يسلمك يا ده كابتن. معانا قد ايه باذن الله؟ لا ماشي يوم 8 ان شاء الله، 8 يونيو باذن الله. 8 يونيو يعني قاعد معانا شويه برضك اهو، نستمتع بيك يا سعيد. الله يخليك حبيبي، وحشنا كتير، بقالك مده ما شفناكش. والله انت اللي وحشنا يا كابتن، ودايما الناس بتسال عليك وتشكرك بكل خير. الله يخليك يا عزيز. ده دي فرصه سعيد بقى كده ترجعنا لفتره الستينات. فتره الستينات دي فتره طويله طبعا. في اهم نقطه كنت احب اقولها بمناسبه قيادتك للحته اللي هي بتاعه الاداره باينه كاتيك قوي يا عزت، والحقيقه يعني احب اقولها واحب المستمعين يسمعوها، لان كنت في يوم من الايام كنا في معسكر وكانت حته الاداره باينه عندك قوي فيها، لدرجه ان كان ادوك مسؤوليه اداره المعسكر وانت بتلعب، يعني ما اعرفش الموهبه دي كانت باينه قوي عندك. مدرسه فيكتوريا اظن، هنقول بقى مدرسه فيكتوريا. وبعدين انا فاكر قوي لما كنت معاك في الاوضه واحنا نايمين في المعسكر، كنت تقعد تحسب لي النصر هيقعد ب 64 قرش ثلاث طقات، اقول لك يا كابتن عزت صبح بحها شويه، تقول لي هي كده الصبح خمسه ساعات فول وجبنه ومش عارف ايه، وبعد الظهر 200 جرام لحمه وشويه خضار وبالليل مش عارف ايه. كان اللعيب بيكلف وجبه غذائيه على ايامنا 64 قرش ونص، يعني مع الفارق بقى في الوقت الاول يعني فارق شاسع قوي. ربنا يعودها. عايز اقول الحته الاداريه كانت عندك واضحه قوي يا كابتن عزت من زمان يعني. الحمد لله يا سعيد. وفاكر موضوع اللحمه لما قالوا قلت اللحمه دي ما هو كل انت كل الحته اللي عندك كنت عايز توفر للنادي يا كابتن عزت، يعني نقول لك ده خلي بالك يا سعيد برضك، احنا جينا فوجئنا كده اللعيبه كلها بتشتكي ان كميه اللحمه قليله. ايوه. فاللي هو علي زيور يوميها قال لك طب عزت يقوم يشرف على المطبخ. ايوه. فخدت عم عبد البقال الله يرحمه ويمسيه بالخير، رحنا للجزار فكل واحد مثلا بياخد له ربع كيلو، فاحنا 30 المفروض بقى 30 على ربع يبقى كذا، لقيته بيطلبها بالظبط كده. ايوه. قلت له طب ما عشان كده احنا ما بنلاقيش اللحمه بتاعنا، قال يعني ايه؟ قلت له يعني في خمسه جوه في المطبخ بيطبخوا هياكلوا من عندنا. فجبناهم زي اللعيبه ومن ساعتها ما حدش اشتكى. انا عايز اقول حته كمان من ناحيه الاداره عزت، الحقيقه يعني الحته دي كان عندك اللي ما اعرفش كان عندك انت هوايه ولا جايه من انك انت كنت راجل عسكري، والعسكريه كان مديك حته الانضباط والحسابات، وبعدين نقول على السلوك كمان السلوك العام عزت، الحقيقه مش عايز يعني الواحد مش عايز يقول على الملأ انك انسان يعني فوق السحاب زي ما بيقولوا، والله المجموعه كلها الحقيقه انضباطا واخلاقا وكل شيء.